بمشاركة جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات، انطلقت صباح الأمس منافسات الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري 2018-2019 على مستوى المدارس بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء، وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية متتالية تبدأ بالمدارس ومن ثم على مستوى المناطق. أكيد ليا، وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سوريا لتبدأ بعد رحلة التأهيل والتدريب بدءا من المحافظات وصولا إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعدادا للمشاركات العالمية. نتعرف أكثر على الاختبارات لهالعام. بصيرنا نرحب بصباحنا غير بالأستاذ عماد العزب رئيس هيئة التميز والإبداع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ عماد، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أجواء الاختبارات 2018-2019، يمكن عام جديد هيك فايتين عليه من أوسع أبوابه. الحقيقة مثل ما ذكرتي حضرتك هلأ بالمقدمة، انطلقت يوم الخميس اختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي السوري، تصفيات الأولمبياد العلمي السوري بالمواد اللي ذكرتيها حضرتك، رياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. الشيء الجديد والجميل هذا العام أن كافة طلاب الصف الأول ثانوي الصف العاشر في الجمهورية العربية السورية تقدموا لاختبارات الأولمبياد، وهو عدد ضخم جداً، عدد كبير جداً، بمعنى أن هؤلاء الطلاب الذين تقدموا لهذه الاختبارات خاضوا غمار هذه التصفية حتى نستطيع سبر مقدرات هؤلاء الطلاب تحضيرا للمشاركة للمرحلة الثانية التي هي على مستوى المناطق. أولا، جرت العادة في الأعوام السابقة أن يتم اختيار الطلاب لمن يرغب، من يرغب من الطلاب يستطيع المشاركة. هذا العام أصبحت المشاركة مفتوحة بشكل كامل، ويجب على كل طلاب الصف الأول ثانوي بالجمهورية العربية السورية أن يتقدموا في المدارس العامة والخاصة لهذا الاختبار. هذا شيء جديد بالنسبة للأولمبياد هذا العام. الشيء الجديد الآخر، سابقا كانت أسئلة الاختبارات لمرحلة المدارس توضع من ضمن إدارة المدرسة. هذا العام قامت اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد بوضع أسئلة الاختبارات حتى من المرحلة الأولى. طبيعة الاختبارات بالمرحلة الأولى هي طبيعة كانوا متشابهين بكل الاختبارات، طبعا نموذج واحد والتوقيت واحد لكل يعني بدأت يوم الخميس الساعة 9:30 بالتعاون مع وزارة التربية. الحقيقة وزارة التربية قدمت كثير دعم كبير لإنجاح العملية، فبالتالي الساعة 9:30 على مدار ساعة ونص استمرت الاختبارات بكل مدارس القطر لطلاب الصف الأول ثانوي. طيب خلينا نحكي أستاذ عماد عن نماذج الأسئلة التي تطرح للطلاب المشاركين بالأولمبياد العلمي، هي أساساً توضع من قبل لجان علمية مركزية مختصة. نعم. خلينا نحكي عن هي النماذج. يعني خليني أقول على اعتبار اللجنة العلمية المركزية هي اللي عم تشرف، صارت على كل المراحل. المرحلة الأولى يعني هي مرحلة ما أنا صعبة كتير، لكن المرحلة الأولى هي أشبه بعملية فلترة ما بين مهتم غير مهتم من الطلاب، يعني بتفرز فرز مبدئي للطلاب. لكن يبدأ تقدم مستوى الأسئلة كلما اجتاز الطالب مرحلة نحو الأمام. يعني بمعنى آخر، الأسئلة التي ستكون على مستوى المناطق سيكون مستواها أعلى، وكذلك الأمر على مستوى المحافظات، وكذلك على المستوى الوطني. هذا كله يطول لأنه نحن أمامنا مشاركة على المستوى العالمي، يعني إذا ما كان رفعنا المستوى بشكل تدريجي حتى نحاكي المستويات العالمية. لذلك عملية بناء الأسئلة تهتم فيها اللجان العلمية، وهي تعتمد على كل ما أخذه الطالب بمراحل ما قبل الصف الأول ثانوي، ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة غير نمطية، بطريقة تعتمد على التحليل والاستنتاج والفهم. سلسة خلينا نقول بالعامة، تكون سلسة على مخ الطالب. يعني نحن خليني أقول الطلاب يلي
ما بالضرورة الطالب على سبيل المثال اللي بالصف التاسع جايب علامات تامة يتأهل عنه. يعني ليش؟ لأنه نقطة كتير مهمة. بالضبط، لأنه نحن هي الاختبارات مو ضمن المنهاج، الذي لهيك ممكن يكون متفوق بالتاسع بس بالاختبار ممكن ما ينجح، على اعتبار أنه هي بتعتمد محاور، وهالمحاور بتركز كتير على الفهم وليس الحفظ. تماما. الحفظ هو للطلاب اللي هن متفوقين، ونحن الطلاب المتفوقين ما بالضرورة أبداً أنهم هن يتأهلوا عند منا. نحن يعني حتى بالآليات اللي منحطها مندور على الطلاب المتميزين، وهذا يمكن يميز الأولمبياد العلمي من خلال يمكن الأسئلة المطروحة والنماذج المطروحة والمستويات. نحن ما عم نحكي عن دراسة بصم أو دراسة مباشرة أو موجهة، نحن عم نحكي عن مفهوم علمي للمفهوم الأساسي من خلال يكون أنه إذا فهمان فعلاً هو بالضبط المادة الرياضيات بيقدر يجتاز هيدا الاختبار، أما إذا كان حافظ بصم ما راح يكون بالضبط. فلذلك أنا اللي بدي أقوله أنه نحن كتير من الأحيان بيجينا تساؤلات أنه نحن شو ندرس لحتى إذا بدنا. هي العملية مو عملية دراسة، يعني نحن إذا رجعنا وعطينا كتاب يدرس فيه الطالب ما رجعنا يعني نفس الشكل التقليدي، لكن نحن ممكن نحط محاور، وهالمحاور هاي لازم الطالب يعني يفهمها مو يحفظها. هذا الفارق الجوهري ما بين الطالب العادي وطالب الأول. نعم دكتور أستاذ عماد، خلينا نحكي يمكن عن تهيئ الطالب النفسي ويمكن الدراسي حكينا عنه بعض الهي، ولكن نفسيا أنه هنا عم يعملوا شيء جديد، نمط جديد بستايل الدراسة بشكل عام. خلينا نحكي قديش مهم المدارس أن تهيئهم لحتى يقدموا على الأولمبياد، لحتى يمكن تهيئهم علميا وفكريا ونفسيا. هلأ يعني خليني أقول نحن المشروع مضى عليه عدة سنوات، وبدأ المشروع يحمل نفسه بنفسه، بمعنى أنه الطلاب ثقافة وفلسفة الأولمبياد يعني كل سنة عم تزداد انتشار أكثر من السنة اللي قبلها، فبالتالي عملية التواصل مع الطلاب هي عم تساهم بنشر هاي الثقافة، والطلاب مع بعضهم البعض وحتى أهالي الطلاب والتفاعل اللي عم يصير عم يساهم بشكل كتير كبير بنشر ثقافة وفلسفة الأولمبياد. فبالتالي صاروا الطلاب هن يسألوا بعضهم انه كيف الاجواء، شو منحضر، شو منشتغل، عدا عن الجهد الكبير اللي بتقوم فيه هي التميز والابداع من خلال ادارة الاولمبياد العلمي ومن خلال اللجنة المركزية في الاولمبياد يلي بتشرح ابعاد هذا الموضوع ومنعكساته. يعني في زيارات لجروب من الاولمبياد بيزوروا قبل الامتحانات مراكز بالمراحل مدرسية المتقدمة، بالمراحل الاولى لا. لكن طبعا يعني خليني اكد انا على الفكرة اللي طرحتيها حضرتك، يعني يجب ان يكون هناك دور للمدارس في توعية الطلاب ونشر هذا الموضوع بشكل أكبر وتخصيص حصص درسية للطلاب حتى يشرحوا هذا الموضوع. نحن من خلال التعاون ما بين هيئة التميز والإبداع والمركز الوطني لتطوير المناهج استطعنا الدخول في محورين أساسيين انعكسوا بشكل كتير كبير على الطلاب. المحور الأول هو بدينا ندخل نحن مسائل بطريقة إبداعية في المناهج الجديدة، يعني نحن في عنا دكاترة من اللجنة العلمية المركزية تم ضمهم للجان تأليف المناهج وتطوير المناهج، فبالتالي بدأ هؤلاء الأساتذة بإدخال فكر الأولمبياد بطريقة أنه ننتعد عن النمطية أكبر. هي نقطة مهمة لما نقول مثلا تحرك فكر الطالب بشكل مختلف، أنه المسألة الرياضية ممكن تنحل بآلية معينة مثل ما حافظة بالكتاب، لا ممكن تنحل بطريقة أخرى وثانية وثالثة. بالضبط. فهون فيك بقى تكشف عن القدرات اللي عند الطالب العلمية اللي ممكن تركز عليها. يعني هذا اللي بدي أقوله، أنه نحن من خلال مشاركة دكاترة من اللجنة العلمية المركزية اللي صار عندهم خبرة طويلة في مجال الأولمبياد استطعنا إدخال أولا جانب ما هو الأولمبياد وفكر الأولمبياد وفلسفة الأولمبياد، استطعنا بالتعاون مع وزارة التربية من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج إدخال هذه المفاهيم وهذه الفلسفة، والجانب الآخر بدأنا بالتشارك مع مركز تطوير المناهج انه مثل ما حكيت قبل شوي انه نبني المسائل اللي نقدمها لكل الطلاب بطريقه نفس الاسلوب والاليه اللي بنتبعها نحن على طلاب الاولمبياد، ونشر هي الثقافه في جميع المدارس يعني نوعا ما من خلال هذا التعاون بيكون.
عفوا ونشر هي الثقافه بالضبط لك من خلال هذا التعاون. يعني اصبحت يعني انا عم ركز كثير على موضوع فلسفه والثقافه الاولمبياد لانه بدات تنتشر بشكل كبير. يعني خليني اقول انا كنا نعتمد على اعداد الطلاب لمن يرغب بالمشاركه بالاولمبياد. انا بذكر اول تجربه سويناها 75 طالب اللي شاركوا من كل الجمهوريه العربيه، يعني الاف. يعني العام الماضي كان 54,000 طالب. هلا ما في، هلا سكرت على كل طلاب الصف الاول ثانوي بالجمهوريه العربيه السوريه. فبالتالي هذا تطور كثير مهم كثير ملحوظ. يعني عدا عن انه مثل ما ذكرت برجع وباكد انه حتى الاسئله استطاعت اداره الاولمبياد العلمي انه تقوم تنسيق مع اللجنة العلمية المركزية ووضع الأسئلة من المراحل الأولى لكل المستويات. نعم أستاذ عماد، كمان بنشوف بالأولمبياد دائما في شيء عملي، دائما في شيء ملموس، دائما في يمكن أهم المختبرات، دائما التخطيط الإخباري السورية بنتواجد نحن بنشوف أهم المختبرات، بنشوف أهم أجهزة الكمبيوتر. كمان الشق العملي قد ايه مهم أنه هو يدخل حتى تدخل المعلومة والفكرة الصحيحة. طبعا هذا كمان هذا شيء مهم جدا، مثل ما تابعتي أكثر من مرة حضرتك معنا. يعني نحن لا يكفي أن يتم يعني تأهيل الطالب بشكل نظري، وخصوصا المواد الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، كونها بحاجة إلى مخابر معلوماتية. فبالتالي من خلال عملية التشاركية التي استطاعت بنائها هيئة التميز والإبداع مع الجهات الشريكة المتمثلة بهيئة الطاقة الذرية، بمركز دراسات والبحوث العلمية، المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التربية، الجامعات السورية، هذا الموضوع وعملية التشبيك معه استطعنا وضع كافة إمكانيات هذه الجهات تحت تصرف الطلاب. ما في أجمل من أنه مثلا أنت يكون ابنك أو أخوك أو يعني شاب بصف العاشر أستاذ جامعي، أهم الأساتذة الجامعيين، أهم أغلبهم أساتذة على بمرتبة أستاذ بروفيسور، وأهم المختبرات اللي بيحلم أي حدا يدخل عليها انوضعت كلها تحت تصرف هالشباب والشابات هاي لتطوير قدراتهم، لأنه بتأسس لهم بنية صح لاختيار مستقبل. بالضبط بالضبط. فبالتالي يعني نحن كان الدور الأساسي هو تسليط الضوء واكتشاف هذه المواهب وتسليط الضوء عليها والأخذ بيدها وتطوير قدراتها حتى نقدر نوصل للشيء الأهم، وهو أنه نمثل سوريا بالمحافل العلمية العالمية. وهذا اللي عم نحصل عليه اليوم. مثل ما ذكرت أستاذ عماد بالبداية كان 75 طالب، اليوم عم نحكي عن آلاف الطلاب المشاركين بالأولمبياد العلمي. خلينا نحكي سنويا كيف عم تختلف الأولمبياد، يعني شو الجديد هاي السنة؟ دائما في اكتشافات فعلا من خلال الطلاب، عم نشوف في مواهب ومبدعين، وفي عم يتم التركيز عليهم للمشاركة مثل ما قلت بالمحافل الدولية، واستضفنا كثير منهم بصباحنا غير. يعني خليني أقول أنه نحن ما في سنة مثل اللي قبلها بالأولمبياد، وهذا اللي يمكن اللي بيميز الأولمبياد بالضبط العلمي. أنه هو مشروع متجدد. يعني ما دخل النمطية والكلاسيكية وكذا، بالعكس هو دائما مشروع متجدد. مثل ما حكيت لحضرتك، يعني مثلا أنه استطاعت اللجنة العلمية المركزية وضع الأسئلة من المرحلة الأولى هذا العام، عممناها على كل طلاب الصف الأول الثانوي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي بدي أقولها أنه كل سنة عم يطلع مستوى الطلاب أعلى من السنة اللي قبلها، بمعنى أنه عملية بناء الأسئلة بتراعي مستويات الطلاب في الجمهورية العربية السورية. نحن كل سنة عم يرتفع مستوى الأسئلة، عم يكون في مفاجأة بالمستويات الطلاب. وقت نحن عم نرفع مستوى الأسئلة، وبالتالي كل مرة عم نشوف أنه حتى مستوى الطلاب عم يرتفع، دليل أنه هالثقافة عم تنتشر بشكل جيد. ليش؟ لأنه بدوا في البداية، خليني أقول شغلي أنا، بدأ أول ما بدينا المشروع كان في بعض الطلاب أو بعض الأهالي يقولون أنه هذا بيأثر على دراسة أبنائنا مشاركتهم بالأولمبياد، لكن اللي ثبت بعد التجربة وبشكل علمي وعملي أنه اللي الطالب اللي بيفوت على الأولمبياد بالعكس تماما، هو يعني بيمتلك خليني أقول بغض النظر شو من كان الاختصاص اللي هو داخله، فيزياء ولا رياضيات ولا كيمياء، بس بخلي هذا الطالب يمتلك منهجية تفكير، منهجية التفكير هي اللي حصل عليها واكتسبها عنا بالأولمبياد حتى ولو كانت باختصاص واحد، هو صار عنده قدرة يعكس منهجية التفكير هي على باقي المواد. فبالتالي بيصير بيتعامل مع باقي المواد بشكل علمي أكثر، بمنهج كيف بده هو يدرس، كيف بده يرتب أفكاره، كيف بده يوصل للحل. فبالتالي تنعكس عليه بشكل كتير كبير. هذا اللي بده أقوله، موضوع ثقافة الأولمبياد أنه بهالطريقة هي انتشرت وساهمت بشكل كتير كبير، وأدت
ايضا انه المستويات عم ترتفع، والا نحن ما كنا وصلنا للكم الكبير من الجوائز. صحيح. على المستوى العالمي في عدد سنوات كثير قليل. صحيح. استاذ عماد، خلينا نحكي يمكن عن كل طالب يمكن قدم على الاولمبياد وما نجح هاي السنة، كيف يمكن نحن بدنا نخبره هلا عبر شاشة الإخبارية إنه السنة الجاي، أو شو هي، أو شو بتنصحه أنت هيك كأب لإلهم لهالطلاب؟ والله أنا يعني نحن هو هلا زعلان. مزبوط مزبوط. هي يعني اقتضت الأنظمة والقوانين إنه هي مرة واحدة فقط من طلاب الصف العاشر، طلاب الصف الأول ثانوي، ولمرة واحدة ما في يقدم بقى خلاص. ما عاد في يقدم يعني للأسف، لو لأنه الأعداد كبيرة. كتير كبيرة، يعني ما عنا القدرة أنه نرجع ناخده مرة تانية. بس أنا بنصحه مثلا أنه يتابع مع رفقاته ويطور قدراته، يعني هو ربما هذا المسار الظروف لسبب أو لآخر ما سمحت له أنه انخرط فيه، أنه ما جاب مستوى. هذا لا يعني أنه هو معناها أنه لا. لا ما أنا ما يعني أنه هو مستوى مو مثل مستوى رفيقه، ربما الظروف ما ساعدته. صحيح. ربما تعرض لظرف معين، لكن أنا بنصح كل حدا من الشباب والشابات اللي ما تأهلوا بالمرحلة الأولى أو طلعوا بالمرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ما يوقفوا، يضلوا يتابعوا، لأنه فعلا يعني هالمسار هذا نحن عم نشرف عليه، وأي شيء بدهم إياه الهيئة جاهزة أنه تقدم لهم أي دعم، أي مساعدة بشكل مباشر. هذا ما يميز الهيئة أساسا، يعني عفواً. هذا ما يميز الهيئة تماماً، احتواء الطلاب ودعمهم ورعايتهم. بس خلينا نذكر أستاذ عماد بالمراحل اللي بمر فيها الأولمبياد العلمي للمشاركة العالمية، هي المراحل كيف بتكون، ولما نشارك عالميا بأي مرحلة الأخيرة بتكون؟ يعني نحن بدأت المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي على مستوى المدارس، هلأ بعد أسبوعين بتبدأ المرحلة الثانية على مستوى المناطق، بيتنافسوا الطلاب بكل الاختصاصات لحتى يصير فيه لكل منطقة فريق بكل اختصاص. بعد منا بننتقل للمرحلة اللي بعدها على مستوى المحافظات حتى تشكل فرق للمحافظات أيضا بكل الاختصاصات. من بعد هذه المرحلة نأتي إلى المرحلة النهائية على المستوى الوطني، يلي حتكون تقريبا ب5/1/2019، وغالبا حتكون بفندق شيراتون وبدار الأوبرا على مدار 3 أيام. بصير اختبارات من هؤلاء الطلاب، تقريبا 500 شاب وشابة، منهم نختار الفرق الوطنية. الفرق الوطنية بعد منا في لهم معسكر تأهيل وتدريب مغلق، بيأكلوا بيشربوا بيتعلموا فيه على مدار شهر ونص، أو حتى ممكن يستمر لمدة شهرين بالعطلة الصيفية. من هؤلاء الطلاب يتم هناك اختبار انتقاء، يتم انتقاء الطلاب الذين سيشاركون بالتصفيات على ما بتكون الاختيار صعب يمكن بالمراحل الأخيرة. يعني نحن ما منتلبك أبدا في هذا الاختيار لسبب كتير بسيط، أنه في له معيار واحد فقط الاختيار هو العلامة. يعني نحن اختبار الانتقاء منسويه، مثلا بدنا لمادة الرياضيات 6 طلاب، هالاختبارات بتصير رقم 1 2 3 4 5 6 حكما ونقطة انتهى. يعني ما في خليني أقول عدة آليات، هي آلية واحدة فقط، العلامة هي الأساس، فبالتالي بيصير هذا الموضوع. عنا مشاركات، نحن المشاركات عنا بتختلف من يعني كل سنة عنا مشاركات عالمية، وكل مادة في دولة، في عنا ببريطانيا للكيمياء، عنا بعدة دول. اللي بدي نوه عنه إنه كمان المشاركات العالمية بتسقل كتير طلابنا، تعطيهم خبرة كتير كبير وقت بيطلعوا وبيشوفوا طلاب 120 دولة تانية وبيحتكوا معهم وبيقدروا انه نحن عنا ظروف صعبة ومع هيك ورغم ذلك احسنتي، رغم ذلك بانه نحن عم نحقق نتائج على المستوى العالمي، رغم قصر مشاركتنا العالمية نسبيا قياسا بباقي دول صار مضى عليها 60 سنة مثلا عم تشارك، وعم ناخذ مراتب وعم نجيب ميداليات. بس انا بدي ارجع اذا سمحتي انه نحن خلال عملية التصفيات ومراحلها تم خليني اقول هي كانت موجودة اللجان الفرعية بالمحافظات، لكن هلا في لجان علمية فرعية تحددت مهامها ودورها بشكل كتير كبير، وهي اللجان الفرعية بالمحافظات هي ستشرف على الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم بالمرحلة ما قبل وصولهم للمرحلة الوطنية على المستوى قبل الوطني. العالمي. بدنا نشكرك الاستاذ عماد العزب رئيس هيئة التميز والابداع على وجودك معنا، بدنا التوفيق لجميع الطلاب المشاركون، واكيد بدنا نشكركم على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. مثل ما قلنا ظروف استثنائية، وكان في محاربة لتاخذوا الفيزا وتوصلوا للدول لتشاركوا، هي نقطة كتير مهمة، ومع ذلك حصلنا على المراتب الأولى. بدنا نشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا كتير لكم. شكرا لك أستاذ عماد، وأكيد تحياتنا لكل الطلاب ولكل الكادر التدريسي اللي عم يتعب أكيد. شكرا كتير لك. شكرا.